السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، خوتنا متتبعينا الكرام، حراقة في أي مكان وفي أي بلد، وخاصة الجالية الجزائرية في الجزائر وبعدها، تحية لخوتنا اللي في الغربة، الرجال طبعا ما شاء الله. خويا مولاي السلطان، كي داير حبيبي الحالة؟ كي راهي إيرلندا؟ والله يا اخويا تحيت ليك، تحيت للجمهور ديالك اللي تفرج فيك بالرجوله. راك تعرف فهمتيني. شنقول لك، القصه ديالنا ديال اليوم من عندك مولاي السلطان. ديجا درت معك فيديو، غنعاود معك هذا الفيديو عاوتاني ديال الهجره الثانيه ديالي باش طلعت من المغرب لاوروبا في 2016. خلينا في القصه الثانيه. ديجا هضر في القصه الاولى ديالي، الحرقه الاولى، ودابا نبدا الحرقه الثانيه، كيفاش طلعت لاوروبا في المده ديال 8 سنين باش رجعوني للبلاد في التواخر ديال 2007. قول 2008 هي هذيك، هبطت للبلاد اخوتي مده 3 سنين ضربتها وهبطوني للبلاد. هي هذيك، من هبطوني للبلاد اخوتي، من وصلت للناظور بنانصر، جا عندي خويا معيط لي في الباطو انايا، قلت له راه مرجعيني هادي. جا عندي تلقى لي تما في بلانصا في الناظور، هي هذيك وصلوني صافي. مشيت للكوميساريه، من الكوميساريه الدولي بت في الكوميساريه، بت في الكوميساريه بحال هكا. تلاقيت مع دراري في 2000 حتى واخا 2007، تلاقيت مع الجزائريه تمايا، كانوا يدخلوا للجزائر وشي حرقوا باش يدخلوا للمليليه. تلاقيت شي اربعه هما في الكوميساريه شادينهم صافي. هي هذيك مريحت معاهم في هذيك يومين بحال هكا. جا خويا دخل عندي الكوميساريه، جاب لي الماكله صافي. هذيك الماكله كليتها مع هذوك الدراري مساكن، والله ما قدرت ناكل، قلت لهم اكلوها. مع جيت معاه وصلت مرضت صافي. هي هذيك مرضت، وليت تنتقيا، وليت فهمتيني. هي هذيك بت في الكوميساريه، الله داس يومين 24 ساعه دوني المحكمه، دوزت الوكيل بالصمت الرق صافي. جا عندي خويا ضربت معاه دويره، شدينا الكار ديريكت الباص ديريكت الرباط. من شدينا هكاك الرباط غادي في الكار اخوتي، من الناظور الرباط شحال من ساعة؟ كلش قريب لواحد 12 ساعة ديال الطريق. وغادي اخوتي وانا تنتقيا مرت والله في الكار غادي وتنتقيا. مع 3 سنين وهاديك الدوخة رجعوني، وهادي بقى فيا الحال فهمتيني. ورجعوني ما كانش كنت ضارب 8 وربع. لا 3 سنين هذيك الساعة رجعوني في التواخر ديال 2007، في شهر في 2008 رجعوني، شكون في الدخلة ديال 2008 رجعوني في رمضان، باقي عاقل في رمضان. هذيك الساعة كنت ضارب 3 سنين من 2000 من 2005 حتى 2000 قلت حتى التواخر ديال 2007. هي هذيك 3 سنين ضارب. هي هذيك غادي في الكار وتنتقيا خوتي، وصلت الرباط وصلت بالليل. هي هذيك دخلت للدار صافي صافي. هي هذيك بقيت في الدار صافي. هي هذيك تلاقيت مع الوالده سلمت عليها. والله اخوتي قبل ما نرجع تقريبا شي سيمانه رجعوني ريفولي الوالده، حلمات بيا بالرا رجعت، حلمات بالرا رجعت صافي رجعوني فهمتيني. هادشي من بعد قالت وليا فهمتي صافي. هي هذيك رجعت للبلاد، بقيت تنتقاتل تنبريكولي تنخدم، مره ما تنخدمش مره تنخدم صافي. هي هذيك بقيت اخوتي تنتقاتل تقريبا حتى 2000. دخلت مع واحد الجمعيه، واحد المنظمه، ولينا تندخلوا الكوار تديهم، وهادي تدير لي فولونتاريو مع هذيك المنظمه. عرفني بها واحد الدري من العائله ولا عمتي صافي. هي هذيك وليت معاهم تقريبا هكا كنخدم مع خدم مع المنظمه، نخرج الكوار نسافروا بهم مراكش، الصحراء، مرزوقه، الشاوت. كاين ناس بزاف دبروا على راسهم من الجمعيه، كاين اللي تزوج، كاين اللي خرج فيزا على حسب الجمعيه متطوع. هي هذيك بقيت معاهم من 2008 وانا معاهم صافي. هي هذيك ضربت تقريبا من 2008 حتى 2012، مشيت لتركيا باش نحرق. قطعت تركيا للطيف علي ورجل واحد الدري صاحبي، بقيت غادي مشيت لتركيا في 2012 قبل الخرجه ديال السوريين. الخرجه ديال السوريين من 2012 تقريبا 2013 بدات الخرجه ديال السوريين. انا قبل من موراها 15 يوم رجعت للبلاد صافي. هي هذيك مشيت لتركيا باش نحرق بيا ويا تما الدراري، عايشين يعسوا في الزنقه مكرفسين، عايشين يعسوا في المقبره ديال تمايا، تيفرشوا الارض والناس مكرفسه، وتيوصلوا حتى للحدود تيرجعوهم، كاين اللي شدوه في الحبس صافي. تلاقيت مع الجزائريه بزاف رجعين من اوروبا، كاين اللي ضرب 20 عام في الانجليز، تلاقيت معاه بزاف من راجع ريفولي تركيا في 2012 خيين مولاي السلطان وحق الله بزاف. في الاخر في تركيا في
اقصى راهو في طاكسم تيعمرو في واحد الجرده تمايا ديال الشيشه في الجرده واحد البلاصه واحد الحي تمايا ديال الجزائريه تمايا تيبيعو ويشريو وخربقوها مخربقين الدراهم مدبرين على راسهم تيحرقو تيديرو كلشي يا هذيك بان لي انا بان لي والو هذيك صافي وانا نريح وانا نرجع للبلاد ديالي رجعت لحالي صافي يا هذيك ما رجعتش بقيت تما نخدم ندبر على راسي يا هذيك دخلت مع هذيك الجمعيه صافي يا هذيك وانا نشوف فيزا دبرت على فيزا ديال ايسلندا فيها 6 شهور جاتني فيزا ديت الباسبور على حسب الجمعيه ولكن الجمعيه انا كنت بخارط معاهم ولكن فرع الجمعيه فيها فروع كاين فرع في الرباط في كازا وهذيك ولكن كنت مع واحد الفرع داخل مع الفرع ولكن في نفس الوقت مع الجمعيه الكبيره صافي وانا ندخل مع ذاك الفرع واحد مول الفرع عشان عارف هو اللي مكلف بالفرع تواصلت مع واحد الجمعيه كاينه في ايسلندا دفعت لهم شي واحد البروجي طويل في ايسلندا كاين بروجيات من العام العام كاين ديال ايسلندا فيرلندا واحد المنظمه سميتها ايراساموس داخله مع ذاك الجمعيه الكبيره السونترال الكبيره داخله معاهم دايره معاهم شراكه وتواصلت معاهم بار ايميل على حساب الفرع هادشي تقريبا في 2013 وصافي وصلت نهضر معاهم عم صفطوا لي الوراق عمرت الوراق ديالي المسائل صفطت نمر الباسبور كلشي صفطت لهم هذاك الشيء عمرتو صافي وصفطت البروجي اللي غنمشي عليه هي هذيك صافي هي هذيك ما سهل صفطوا لي الفيزا للسفاره ديال السويد ما كاينش السفاره ديال ايسلندا كاينه تابعه للسفاره ديال السويد كاينه بيرو تابعه للسفاره ديال السويد ايسلندا يعني محكمه بالدوسي وتصيفطهم لايسلندا باش تتقرر صافي هي هذيك جاتني فيزا الاسلام جاتني فيزا السفاره السويد ديت الباسبور بعث لي الفيزا ديت الشهر ومن نمشي لايسلندا تما تعطوني كارت سيجور على حساب هذاك البروجي اللي غادي ليه مده 6 شهور وش ترجع للبلاد ديالي صافي هي هذيك سما الميساج الايميل جا للمركز ديال الكبيره ديال الجمعيه جا الرئيس الكبير هو وكاتب كورديناتور الميديا واللي معاه المساعد قالوا لي كيفاش انت جبتي فيزا وماشي بخبارنا قلت لي انا الفيزا اللي جبتها على حساب فرع وانا مع هذا الفرع قلت لي انا ما زورتش ما درتش والو صافي ما فهموا والو كيفاش خونا معاه كيفاش حضر فيزا وما عمر شي واحد طرا دار الطريقه هذه صافي هذاك مولاي السلطان خويا بقيت قالوا لي ويقول لي الرئيس خصك تخلص 4 مليون باش عندك الحق تمشي جاني ميساج اوفيسيال الايميل ديالي قالوا لي خصك تخلص جمعيه الاسلاميه قالوا لي خصك تخلص 4 مليون تحطها تمايا ولا ما خلصتيهاش غتوصل لايسلندا ونرجعو ما تدخلش من المطار رجعوك ليك من المطار ديكلاريو بان عندك فيزا راه حبسات لي صافي ما عنديش الفلوس امولي السلطان ما كان عندي شريالي هادي صافي ما دارنا ما عندناش وادي بقاو دا الحركه والاخرين معاهم 5 سنين قلت لهم ما خلوني نمشي وندبر على راسي قالوا لي لا عكسوا لي صافي هي هذيك تعكسات مولاي السلطان ما مشيتش بحال طرات لي صافي بقيت من 2013 صافي شويه وانا ندخل تلاحيت واحد الجمعيه اخرى تنعرف الرئيس ديالها ولاش خدام معاهم انا والدري صاحبي ولينا تكون جمعيه ديال الاوراش الشمنيه اوراش فولونتاريو تيتسافر الفولونتاريو الاوروبا تيجيو فولونتاريو المغرب تبادل الثقافه تبادل الفولونتاريو فهمتيني تيجيو قبل فرنسا يقرروا دور المانيين امريكان تيجيو قريو على حساب الجمعيه وهما ديك الدور الجمعيه تيجيو تيستقبلوهم دار عائله تيعيشوا مع عائله تياكلوا ديك الماكله ديالهم كلشي ولكن جايين على حساب الجمعيه ولكن العائله تعطي واحد القدر المالي فهمتيني بحال تما اورو باش ياكلوا درت شي العداس اللوبيا ياكلوا معكم وما تيتشرفوش تيعطيك واحد القدر المالي تبقى معك القاوري والقاوري في الدار ومعاك فهمتيني صافي هي هذه الكوري يعيشوا معكم في الطيور نتوما تيجيو فولونتاري وتيجيو ياخذوا التقاليد المغرب تيجيو على حساب الجمعيه والجمعيه تتحطم عند دار العائلات فهمتيني تتحطم زعما بالك لي فرنسي بالك اسبانيول اسبانيول فرنسا ايطاليا تيجيو على حساب الجمعيه هما يا الجمعيه ديال ايطاليا ديال فرنسا تتصيفطهم للجمعيه ديالنا حنايا وهذيك الجمعيه تيديروا تيستقبلوا مع عائلات مغربيه فهمتي ولا فهمتيني تعطيو العائله شحال 20 ديال اورو ولا 80 اورو باش يصرفوا عليهم فهمتيني كفولونتاريو هذه تما فهمتيني تيجيو قريو اللغه الانجليزي ولا الفرنسيه فهمتيني وكاين اللي تيجيو يخدموا عند دار المسنين ديال المعوقين ولا هادي تيخدموا كفولونتاريو فهمتيني تبادل الثقافي تسمى هي هذيك صافي تبدلت مع واحد الجمعيه اخرى تا هي بحالها ولكن الاخرى قديمه عليها سي اس ام قديمه على اصيل صافي هي ديك الرئيس دخلنا معاهم في الجمعيه
واللي تنتواصل مع جمعيات في اوروبا حتى هما تيديروا نفس الهدف اللي تنديروا حنايا صافي. ولينا تنتواصلوا معاهم تندير درنا مع شي جمعيه شراكات هذه في اوروب ولاو تيجيو لعندنا وتيجيو عندنا الطاليان تنستقبلوهم تنسافروا بهم وهذه صافي هي هذه صافي. انا تواصل مع واحد الجمعيه قلت لهم راه باغي نجي تما عندكم ك ك ديروا لي فورماسيون انا والدري صاحبي وهذه فهمتيني صافي هي هذيك صيفطوا لي لانفيتاسيون وانا والدري صاحبي صافي دفعنا الفيزا برنا على دوسي دفعنا عطاونا الفيزا حيت هذيك لانفيتاسيون اللي صيفطوا لي ماشي بحال لانفيتاسيون الاخرين حيت كاين لانفيتاسيون فيها وفيها كاين لانفيتاسيون تقدر تعطيك السفاره فيها عندك مؤتمر ولا فورماسيون وهاد لانفيتاسيون تعطيهم فيهم الفيزا فهمتيني فهمتي تيسهلوا معاك ماشي بحال لانفيتاسيون عاديه وصيفطها لك شي واحد ولا اللي برجو ممكن فيها وفيها كاين لانفيتاسيون ديال بحال غادي الاتحاد الاوروبي صيفط لك خصك تمشي تقضي هذا المهم هذا السفاره تتسهل لك الدوسي تتحط الدوسي ديالك جهه اخرى هذا ضروري فهمتي صافي هي هذيك دفعنا وما عيطونا السفاره قالوا لنا خصكم تكملوا الدوسي في هذيك 4 ايام صافي كملنا الدوسي دغيا عطاونا الفيزا ديال ايطاليا فيزا ديال ايطاليا صافي هي هذيك في 2000 هذه في 2016 من مور هذيك الفيزا ديال 2013 ضربت 3 سنين اخرى حتى 2016 صافي هي هذيك خدينا الفيزا صافي مشينا اسبانيا هي هذيك من اسبانيا مشينا قلت لهم انا باغي نعيش في ايسلندا ما ديجا جات لي فيزا كنت مقرر ايسلندا انا نعيش فيها ما بغيتش نبقى تحت حيت لتحت مرجعيني منها صافي كرهت لتحت وبغيت نطلع الفوق انا صافي هي هذيك مولاي السلطان مشيت لبرشلونه ريحنا تمايا واحد سيمانه عند واحد الدري صاحبي صافي قطعت ديريكت ايسلندا في التواخر ديال 2016 هي هذيك مشيت ايسلندا ريحت تمايا 3 شهور في ايسلندا ريحت وانا نتلاقى مع دراري تما ديجا كانوا في ايرلندا زيريه صافي كنت انا ودها مشيت تلاقينا تمايا مشينا درنا اللجوء تما ريحنا 3 شهور واكلين شاربين ريحنا مع واحد الجمعيه تما استقبلاتنا تنعرفوها ديجا كنا تنكونيكتا معاها عاد من مورا درنا اللجوء صافي تلاقينا مع واحد سميتو رياد الله يعمرها دار ناس ملاح كان في ايرلندا جمال وواحد الدري واحد طنجاو كانوا في ايرلندا ومشاو لايسلندا صافي لاباس بخير طقطق بين هادي معاهم وجبدوا لي ايرلندا انا ايرلندا ما كنتش نعرفها بالرجوله ما كنتش نعرفها في ايرلندا وايسلندا والدنمارك ايرلندا ما كانش في راسي كاع قالوا لي ايرلندا قلت لهم ايرلندا كيفاش قالوا لي ايرلندا راه فيها الوراق خويا فيها الزواج وهادي ضرب 5 سنين في اللجوء يعطيوك والزواج فيها تما وهادي صافي ديال صافي صافي هي هذيك خيبوني السلطان سهل الله جيت من تمايا جيت ديريكت ايرلندا هنايا صافي هي هذيك مشيت عبز بحال هكا درت اللجوء وبقيت من مورا عام ونص بقيت تنديباني في الكحل وهادي تندبر هادي عام ونص صافي تخرج ورك بيرميش حق العمل قول لي يا حبيبي ايسلندا علاه ما ريحتش فيها والله ما نكذبش عليك علاش ما ريحتش فيها حيت كانت ترفض بالزربه وكانت ترجع فين عندك بحال دابا عندك فيزا ايطاليا ولا شي هذه ترجعك لما عندكش كيس ديالك مليح ترجعك ما تقولش ولي خويت حتى تعلموك جوج سيمانات تيقول لك اما ما خويتيش غنجيو نديوك للدوله فين عندك البصمه فهمتي ولا فهمتينيش لا كانت عندك فيزا يطلعوها لك عندك بصمه في اوروبا ديال اللجوء يطلعوهم يرجعوك لما عندكش كيس مليح يرجعوك هذه ديال الباب لازم تزوج اما قبل ما يخرج لك الطرد خصك تزوج يخرج لك الطرد ما عندك خصك تهبط للبلاد عاد طلع لا تزوجتي قبل ما يخرج لك الطرد خصك تزوج قبل صح بارك الله فيك نقطه مليحه سمعوها مليح خاوتي كي شريت بيي لدبلن خرج في المطار عادي نورمال خرج نورمال ربي دار شي ولد الخير خرجت خيموني السلطان هي هذيك خرج مشيت عبزت اخويا في المطار صافي استقبلوني باستقبال مزيان الله يعمرها دار ناس ايرلنديين الدوله استقبلوني باستقبال مزيان ايرلندا هي هذيك مشيت عطاوني السكن ديالي واكل شارب صافي هي هذيك حتى 2018 طلقوا حق العمل صافي دومونديش حق العمل ولا تيعطوني حق العام 6 شهور 6 شهور 6 شهور وليت نخدم 6 شهور 6 شهور صافي والخطره من مورا عطاوني عام ولاو تيعطيو عام دابا ولاو تيعطيو عام دابا اي واحد جديد تيعطيو عام مبقى 6 شهور ولاو تيعطيو عام دابا حيت يكثروا الناس ما نقدروش بقاو يجددوا الله ما يضربوا عام خير عاد عندهم الحق يجدد
حيت كثروا عليهم الناس بزاف. صافي هي هذيك من موراها حلوا هذيك القانون ديال اللي عنده عامين فيرلاند، عامين الفوق عنده الحق ياخذ الاوراق، لا هذا ديال اللجوء ديال على برا 3 سنين 4 سنين الفوق 4 سنين. صافي هي هذيك، هي هذيك من حلوا هذيك القانون ديال العامين. صافي دفعت لهم الدوسي ربي سهل، صافي عطوني الوراق ديالي الحمد لله كل شيء هو هذا الخير مولاي السلطان الحمد لله ونشكره وعطاو بزاف الناس. كيخرج في ايرلندا واش بانت لك انت خير من ايسلندا؟ والله شنو نقول لك، هي خير من ايسلندا بزاف ديال الحوايج. ايرلندي الناس ملاح يقدروك فهمتيني، يحترموك لا الدوله ديالهم ولا الشعب ديالهم، وما فيهاش الرصاص العنصريه، وسهل الوراق بنادم باش يصايف فيهم. لكن الناس ملاح وباغي يخدم ويقرا ويبقى وما يديرش المشاكل، صبر يا ربي سهل عليك. في البلاد فيها بزاف الناس بزاف صايبوا الوراق، والدوله الوحيده اللي صايبوا الوراق من جهه السواج السهل فقط ولا من جهه الزواج لكن تجي تزوج شي معقول والمراه معقول وما فيهاش ما فيكش لا هذه لا ها، حيت هما تيعرفوك الا تزوج شي حقيقي راه يعرفوك حقيقي، لا شافوك هكا ولا هكا راه يعاقبك ويعطيوك الرفض، والرفض اللي عطاه ولك صافي تبقى مجرجر. اللهم يا لقيتي الزواج تزوج سيريو، ما لقيتيش بقى الله تيسهل عليك والله. لا لقيتيش في العالم انا هكا قول يا مولاي من ناحيه الخدمه كاينه كيما الاوروب هنايا ولا خير؟ الخدمه لا بغيتي تخدم تخدم، كاين ديليفري، الناس خدامه بديليفري تيصوروا 100 اورو 90 اورو تورزك فهمتش، كاين بزاف. بغيتي تخدم في كوزينه ولا هذه الخدمه موجوده، لا بغيتي تخدم تخدم. هنا في ايرلندا خدمه كاينه مولاي السلطان، كذب عليهم كذاب، شكون هذا داخل سوق راسك وماشي ديال المشاكل من الاخر. الكرا كاين متوفر، الكرا ثلاث كرا، تشكري بيت مع البرازيل ولا مع شي وحده اخرى، تشكري كرا موجود كرا تشكري. الخدمه اونوار كاين نوار معرفه تخدم نوار صح. وشو من الخدمات تلقى اونوار؟ تلقى في تشيكويت مع الباكستان، تلقى في باكستان كاين الخدمه، كاين لا قلبتي تلقى كاين الناس يخدموا خدامين الدراري بزاف هاد الطريقه هادي مع الباكستان. البيلدينغ شوان تخدم، ولكن خصك نقول لك مولاي السلطان تكون قانوني الا بغيتي تخدم خير فهمتيني، خير تخدم قانوني، حيت انا هاد البلاد هادي ولات تعطي ورك بيرميت، ما بقاتش ديك القضيه ديال الدخول وتخدم حراك، صبرت 6 شهور عندك هذاك حق العمل، علاش انت تخربق في هذا الشيء هذايا؟ وانت سنها مطايش في الزنق في الدار وحدك اليد وحدك السكن، مازال حد الان تيعطيوك السكن، مازال ما سدوش اللوجو، مازال مطلع حتى 2024 يحبسوا قال لك اللوجو. قول لي زعما واش بانت لك انت كيعطوك لوتيل ولا دار على برا ولا يعطوك البيرميت وورك باش تروح تخدم؟ كاش نقولوا خدام حتى نون تجي كاش ورقه يعطوك بها كواغط، ولا راك خدام حتى نون يعطوك الرقم؟ هي واحد القضيه نقول لك السلطان هنايا من يعطوك ورقه ثاني من تخدم على راسك وتخلص الطاكس والضريبه ديالك وداخل سوق راسك وخدمتي هذيك مده عامين وثلاث سنين بما يخلصك الكيس، ما يقدروش هما يشدوك وديجا مخلص الطاكس ومخلص هذه ويشدوك ويصيفطوك ضروري يديروا، لا ما كنتيش داير المشاكل وخدام وتجيك بي سليب الايميل ديالك وتتخلص الطاكس وتدير لي فولونتاريو وتمشي تقرا اللغه الانجليزيه وتتعاون تجمع الاوراق ديالك مده عامين بالك خدام وتتقرا وتدير فولونتاريو ثلاث سنين، ما يمكنش الدوله تجي تظلمك وتصيفطك للبلاد، هذه ما يقدروش يديروها اصلا هاد الناس هاد. فهمتيني هاد الناس ما تيبغوش على المشاكل فقط، هذا ما كان مولاي السلطان ماشي يعطيك حق السرقه والمشاكل والطائفه والمضاربه، حاول تبعد كاع اصلا من العرب، شي خدم على راسك سير كري دير قرا اللغه خدم على راسك جمع البي سليب ديالك خدم عامين تخدم عامين تجمع هذوك الاوراق دير تدفع للمحامي ضروري يديرهم معك، ما يمكنش
فهمتيني؟ غيقولوا كيفاش هذا تيخلص الدار تيخلص الطاكس وخدام وتيجي بي سليب وهادي ويجيو يشدوك وانت ما داير والو رجاك ما كاينش منها فهمتيني؟ هذا هو اللي بغيت نوصلو. صح ما يمكنش يبلا سب هكا ما يقدروش يجيو يظلموك انت خدمتي عامل باش تخلص الطاكس ديالك انت قبل ما قبل ما قبل ما يجيك الطرد مده 3 سنين ولا عامين ونص تكون ديجا خدمتي لهم هذيك عامين ما يمكنش هما يعطيوك الطرد وعندك عامين خدمه ويشوفك ديجا خدمتي وعندك البروف وعندك كل شيء ما يمكنش يقول لك السيد مزيان فهمت ما يرجعوش البصمه القديمه تاعك ما يقدر ما يحيدوها لك يقدروا يحيدوها لك تمتم يقدروا يطلقوها لك البصمه شحال من واحد حيدوا لي البصمه يقول لك بصمة دوبل زعما وكاين اللي يرجعوه ما ما ماشي ما قليل واحد نسبة 1% ولا 2% أكثرين سنعرف حيدوا لهم البصمة مناسبة صح هاد الحوايج رانا نحيناهم بارك الله فيك الإفادة قول لي كيف تزوج تزوج إيرلندية نبداو الحاجة نبداو إيرلندية شحال يمكن لك تريح معاه واسكو كيلي فيزيتي شو الطريق اكدوا اسكو راك معايشين كيف كيف ولا لا ضروري 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 شي شوف الدار شي تاكدوا تدخلوا شي شوفوا الحوايج ديالك مع الحوايج ديالها بزاف ديال الحوايج فهمتيني وما تبغي تمشي تزوج تيسولوها هي وتيسولوك نتايا كيفاش تلاقيتي معاه وانت هي كيفاش كل واحد تيحطوه في بيرو هي لكن نتايا فري هما راه تيعرفوا اصلا باش تمشي تزوج تيعرفوها وشي يعرفوك نتايا يمكنش نتايا غادي مزوجها هكا فهمتيني الا تزوجتي تيعطيك ولا تزوجتي فري اللهم احسن تزوج فري بلا ما دير معاهم لا هانا هاد الناس يبغيو سيريو لكن تي مزوج هي تتبغيك وانت تتبغيه راه يمدو لك الاوراق راه ماشي راه باينه مهي السلطان هادي راه شحال من واحد لا لا سيريو المعقول هو كل شيء باش لما كانش المعقول ها نساه ملح شويه تاع 10 تاع دار شويه والله لا كذبش عليك النساء مازال هنا الايرلنديين ما ماشي بحال الاوروبيين اوبن مطلوقين مازال ما دخلوشهم مازال 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 ما دخلتهمش الحضاره ديال مازال ما عاشروش مع العرب بزاف قليل واحد النسبه قليله ماشي بحال الاوروبيين وفي طابلن كاين الزواج ولا تخرج على برا اخر كذبش عليك ماشي الزواج الزواج في ايرلندا كامله شوف انت رزقك شنو قص منك الله فهمتي ماشي كيسيو انت بغيتي تجي ايرلندا باش تجوز تقدر تجي ايرلندا وما يسهلش الله بالجواز يسهل بشي حاجه اخرى غير الجواز فهمتيني الجواز رزق ونصيب ما يكذب عليكم كذاب اخوش راه نصيب صح بارك الله فيك لا الله يعطيك الخير مولاي السلطان واش تنقول لك السبب ديالك والكامل على الله الا كان قسم الله تزوج يعني ما كانش راك انت عايش نقول لك تزوج ايرلنديه شحال تريح معها باش يعطوك كارطه ولا ريزيدونس وتهبط للبلاد عادي ايه مدته لا تزوجش ياك كنقولش تقريبا مدته كاين كل واحد وكيفاش على حسب كاين عام كاين عام ونص كاين عامين على حساب نتايا الكيس ديالك فهمت هي من العام العام الفوق من العام الفوق يعطيك الوقت من العام وحده اجنبيه اجنبيه اوروبيه على بحال اجنبي قال بحال فهمتيني من العام الفوق الدراري شحال عارفهم تزوجوا من العام الفوق من الدنيا واجنبيه تيعطوك مع بولونيه ولا ليتوانيه ما تيعطوكش تيعطوك خمس ست شهور من مور ست شهور تشوفها لك تيعطوك خمس سنين ديريكت الاجنبيه يعطوك سهل على بنت البلاد اه اجنبيه تيعطوك ست شهور في الوراق ومن مشات لك ست شهور تيعطوك خمس سنين ديريكت ايرلنديه يقدر ايرلنديه تيعطوك ديريكت ثلاثه هذا ما كان شهور يعطوك ولا على ست شهور كيما الاول ولا كيما الاجنبيه لا اجنبيه بوحدها وايرلندا بوحدها فهمتيني الاجنبيه خير جي سهله الاجنبيه سهله ولكن المراه خويا باش تتزوج هنايا وتتزوج معقول اخويا راه تبقى معاه معقول تربي ولكن الا تزوجتي بالخوات تنوض المشاكل تقدر في العام ما تبغيش تسيني معاك يحيدوا لك الاوراق اللهم تزوج سيريو فهمت حيت لا لازم تزوج سيريو خير بارك الله فيك بنات الناس ما مش لعبه صح وترميها ورا ما تخدم الوراق والله ما مليح هذه ما نصحهاش انا ما نصحش الناس يديروا هذه العفسه هذه تاع ندير لك واط بنت الناس ونرميها وانا اختي ما نحبش عليها وبنتي ما نحبش عليها هي واحد القضيه الصراحه هي كل شيء ولكن قاو ما تنساش لو بقيتيها ولا ها راه هي راه كل عفسه تجدد معك سيني لك انا ما سيناتش لك راه ما تدوش لي هذه ديرها في راسي فهمتي ولا فهمتي لازم تقعد معك سيدي
ايه من ايرلنديه تكون معاها تبقى معاها 3 سنين، عاد فوق 3 سنين على عندك الحق تفارق لو بغيتي تفارق. اوروبيه خص تكون عندك 5 سنين الفوق، تبقى سنين كلها فهمتيني باش يلاه. هو راه خص بنادم يكون معقول، ماشي يبقى غادي خصو يعرف فين يتلاح ويعرف شنو يدير. هذيك الشيء ديال انما الاعمال بالنيات، كل امرئ وما نوى الانسان ينوي ان يعيش المراه هذه ما يرميهاش، هذا ما موت. ما ترميش، ما يكونش فيه بنادم ما يا بغيتي شي حاجه سيريو، ماشي على ود الوراق. الوراق اللي كان مقسم لك الله راه بلا جواز، ولكن باش تبقى تلعب انت هذاك الشيء ما خدامش. شكون مزيان قلت لك انت مزيان، راه تبقى مزيان ماشي مزيان مزيان روح فهمتيني. ولا بغيتي وحده بغيها سيريو، ماشي تبقى على حساب الوراق، حيت من بعد هذيك الشيء راه تيرجع عليه، راه ما تيرجعش عليها انت اللي راه تعيو تفيق لك، تعيط تفيق لك. الصراحة الصراحة يا دير مارياج بلون صراحة وتصارحك، يا ولا لا حبيت حبها تاع الصح وبغيها تاع الصح وعاشرها بالصح ونوي الخير يا خويا، ولا شوف الدراري نعيشو كيف كيف وخلاص، تعاون على هم الدنيا في الكراب وقضية هادشي هو هذاك، تعاون على هم الزمان والقاورية خير مثل العربية جاية من البلاد ودير كواطا طارت على راجل اللي جاب. هي مولاي السلطان. شنو نقول لك، كاين الناس في اوروبا باغيين يتزوجوا في عربيات وما عندهمش الاوراق، ولكن تزوج باوروبيات ما عندهم كيفاش يدير، ما يصيب اوراق باش هذه تيقول نتزوج باوروبيه عجبتني عجبتها صافي متوكل على الله فهمتيني. كل واحد وكيفاش رزقه اوراق، كل واحد كاين اللي سهل عليه الله بديريكت ما تزوج ما والو، وكاين اللي تزوج كل واحد ونصيب ديالو. كاين بزاف انا مساك الناس تزوجوا بايرلنديات وما وتفارقوا خلاو الاولاد ولا طلعوا مع امهم وياكلوا كل شيء ومسكين هوايا بزاف الناس اخويا. ولكن كاين اللي تزوجوا داروا الاولاد على حسب الوراق، داروا الولد باش ياخذ الوراق، وراك انت خديتي الوراق ودرت شي ولد مع قاوريه على حسب باش تاخذ الوراق، ولا الوراق في الاخر تندم على حياتك تقول علاش درت الوراق على حسب الدر وولدك يطلع او ثاني حاجه اخرى ولا ما عرفتش. لا خويا الا كنتي سيريو بغيتي تجوج بقاوريه تجوج بها سيريو، باش لا تولدتي معاها تبقى الولد مزيان وانت مزيان وتبقى دير طراق مزيانه، ماشي تجوج على ود قاوري على ود الوراق ودير معاه ولد باش تاخذ الوراق. تتسمى انت ماشي رجوله، ماشي تتشوف انت على الوراق، ما تشوفش ولدك وما تشوفش الحياه ديالك، تشوف انت الحياه ديالك هي الوراق. الوراق راه الوراق راه ماشي شي حاجه كان ربي مقسم لك الوراق راه يجيو ديريكت فهمتيني. صح دير بهم الوراق تاع الطحين هذوما والخدع والكذب ومخلي ولادكم بزاف. الله بزاف الناس هنايا كيفاش يا مولاي السلطان، ولكن كل واحد حياته ما نقدرش، هذاك حياته هكاك انا حياتي انا نقدر نصبر حتى 8 سنين 10 سنين وربي يسهل عليا وما نمشيش ندير التحراميات ونبقى غادي هكا. لا وشكون في اوروبا راجل وعارف شنو دير ربي راه ما يخليكش، راه ضروري يسهل عليك الله، ولكن ما خصكش نجاي تلاح، ما تجيش وتلاح تعرف فين تلاحيت خويا. تنتمنى من الله الله يسهل على اي واحد اخوتي اللي في قلبه مزيان واللي ما مزيانش، الله يسهل على اي واحد. والغربه تتبغي واحد يكون راجل يكون ود فاميليا وما فيش الحسد والكره والبغض، يكون بنادم قلبه مزيان. كي تتبغي خوك الخير تبغي لواحد اخر، وهذا ما كان ضروري ربي يسهل عليه فهمتيني. بنادم هو الصبر 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 يهدينا هذا ما كان، وبنادم يخدم حلال ويكون مزيان ويخدم حلال هذا ما كان. هاي بارك الله فيك والله يجازيك خير حبيبي مولاي. تحياتي لك السلطان، مرحبا بك اخويا مولاي السلطان. يحفظك اخويا الله يعطيك الخير ان شاء الله. هاي السلام عليكم خوتي، نكتفي بهذا القدر ان شاء الله مع النصيحة أخونا عبدو كيرا في إيرلندا، وجزاك الله خير ودعموا الله شان دوك تلقوا الأسئلة شان تاعو أو فتح شان يوتيوب لاي بارك تلقاوه من تحت، دعموا أخونا ويرشدكم للخير إن شاء الله كاع بالحوايج اللي تزعمهم في إيرلندا. الله يسهل عليك الله يسهلك الله يحفظك وربي يحفظكم الله يعطيكم ما تتمنوا وان شاء الله كاع تجوا وديروا الميتي والحرفه واللغه الانجليزيه وتذكروا الله وما تخلطوش بعضكم في هذه الغربه. والسلام وربي يحفظكم بيس.